بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل. هذا التطبيق يقوم بقفل الصوت، ليس كتم الصوت، إنما قفل إعدادات الصوت. فبالضغط على أزرار خفض ورفع الصوت، أحيانا عندما نضغط نقوم بخفض صوت الإشعارات أو صوت خفض يعني صوت رنين الهاتف دون أن نشعر، وخفض صوت الموسيقى. فهذا الشيء حقيقة أنا أزعجني، وذلك ما جعلني إلى البحث عن تطبيق يقوم بقفل تلك الإعدادات بعدما أقوم من ضبطها. مثلا أنا أقوم بضبط نغمة الرنين على 100% وأتركها، يعني مهما يعني استخدمت الهاتف، سواء يعني رفعت الصوت أو قمت بخفض الصوت، فلا تتغير تلك القيمة. أرجو أن تكون واضحة الفكرة، وهذه حتى على صوت الإشعارات وصوت الموسيقى وصوت المكالمات وصوت سماعات البلوتوث، بإمكاني ضبطهم على 100%، والمنبه، ومهما يعني استخدمت التطبيق، يعني كل التطبيقات، فلا تأثير على تلك القيمة. إذن هو التطبيق موجود في المتجر باللغة الإنجليزية، ولكن قمت بتعريبه وستجدونه في وصف الفيديو إن شاء الله باللغة العربية. إذن المعذرة للإطالة، ندخل إلى التطبيق. إذن البحث، البحث، الهاتف، الضبط، الساعة، الرسائل، الاسطول، أيتي بك، مجلد، المعذرة، الهاتف، ترجمة، جهات الرؤية، قفل الصوت. هذا هو قفل الصوت، نقوم بالدخول إليه. مزيد من الخيارات. إذن أول ما ندخل سوف نجد هنا مزيد من الخيارات بها الأعدادات. الأعدادات، نقوم بالدخول إليها. إلى إعلاناتك، هنا الإعلانات، الإعلانات، إعدادات مستوى الصوت، هنا لإعدادات مستوى الصوت. وضع الصوت، عندما تقوم بتغيير أوضاع الصوت مثل الصوت والاهتزاز والبكم، فلن يقوم قفل الصوت بإغلاق مستوى الصوت الخاص بك، فقط عند العودة إلى وضع صوت عادي. إذن واضح. إذن نتركه. لا تقاطع اتجاه القفل الصوتي عند عدم تنشيطه. تفعيل مفتاح تحويل، يجب أن نفعل هذا الخيار، آخر خيار يعني. هذا هو. لا تقاطع اتجاه القفل الصوتي عند عدم تنشيطه. تفعيل. إذن واضح. ونقوم بالعودة. إذن تطبيق بسيط. إذن سوف يعطينا يعني حلقة. حلقة أخواني هو خطأ في الترجمة، حلقة وهي للرنين، صوت الرنين بعد السحب. هنا لا شيء، حتى لا يعني نقوم يعني نتركها عندما نضغط على زر خفض ورفع الصوت، يعني بإمكاننا التعديل عليها. لم يتم التحديد، مقفل. هنا لقفلها يعني نضبطها. لم يتم التحديد، نطاق، زر اختيار. وهذه عبارة نطاق، لم أعرف ما هي وظيفتها، أترك لكم الاكتشاف. 53%. إذن هذه القيمة. غير ما فعل. إذن أذهب إلى مقفل. لم يتم التحديد، مقفل. أحددها. 53%. وأقوم برفع الصوت. 87%. أختار أنا الأعداد. شريط تمرير، 100%. إذن هو على شريط تمرير. إذن 100%. إذن قمت الآن، ضغطت على مقفل وجعلت صوت الرنين على 100% وأوصل. إنذار. هنا الإنذار يعني للمنبه. المنبه. كم التحديد؟ لا شيء. إذن كالعادة. كم التحديد؟ مقفل. أضغط على قفلها. لم يتم. 73%. وأجعلها على 100%. شريط تمرير، 100%. إذن. وسائل. كم؟ هنا. وسائل الإعلام، الموسيقى. هنا وسائل الأعلام والموسيقى. التحديد، لا شيء. لم يتم التحديد، مقفل. أجعلها كذلك مقفل. لم يتم. 93%. إذن أجعلها مثلا على 100%. إذن مهما يعني فعلت من ضغط على زر وخفض ورفع الصوت، فلن يتغير صوت الموسيقى أقل من 100%. مكالمات صوتية. هنا المكالمات الصوتية. لا شيء. أقوم بضغط على مقفل. لم يتم. 100%. وأجعلها 100%. تقنية البلوتوث. وهنا آخر خيار وهو تقنية البلوتوث لسماعات البلوتوث. لم يتم التحديد. لم يتم التحديد. مقفل. أجعلها مقفل. لم يتم. 47%. وأجعلها على 100%. شريط تمرير. إذن. إخواني الكرام. شريط تمرير.
الآن سأقوم بالتجربة. إذن أقوم بالخروج من هذا التطبيق ولإلغاء كل يعني أي شيء يعني مثل الرنين أو الإشعارات أو شيء، نقوم بالضغط على لا شيء. إذن نضغط الآن، إذن أذهب مثلا مثلا أذهب إلى تطبيق اليوتيوب واختار فيديو مثلا هذا لقاء الأندرويد من قناتنا أندرويد المكفوفين. تحية لكل الساهرين على هذه القناة الرائدة والرائعة، كل خميس يعني يقدم لنا الأستاذ الغالي محمد عبد الفتاح يعني مجموعة كبيرة من المعلومات، إلى جانب لقاء سنة أولى أندرويد، ويوجد بها عديد من الأشياء الرائعة التي نتعلم منها الكثير. أدعوكم جميعا بالاشتراك وعمل إعجاب لفيديوهات تلك القناة الرائعة ومشاركة الفيديوهات على أوسع نطاق. إذن سأقوم بتشغيل الفيديو. إذن اشتغل مع الفيديو. إذن أحاول رفع الصوت، أجد أن الصوت لا يشتغل معي. يشتغل معي. إذن كما رأينا أقوم بالخفض مثلا، فلا يشتغل معي لا الرفع ولا الخفض، يعني هي مجعولة على 100%. أنا الآن أضغط على زر خفض الصوت. إذن كما رأينا الصوت الذي يقوم بال، إذن أقوم مثلا بالخروج من التطبيقات وأقوم مثلا بخفض الصوت، أقوم بالخفض فلا يوجد أي إشارة يعني إلا الإنترنت. إذن سوف يشتغل معي إلا في خفض ورفع صوت الأكسيسيبيليتي كما رأينا. أما عن الميديا فهو لا يشتغل، قمنا بإيقاف كل الصوت على تلك القيمة. أرجو أن تتضح الفكرة، وأرجو أن يعجبكم التطبيق، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم الصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.